مهم بالنسبة لموضوع آخر اللي هو تاع الدعارة، اللي تحب اللي تحب تزني تزني على روحها، واللي تحب تدير ربي سهل. أنا بالنسبة لي ما عنده ما دخلني، لكن نحكي لكم أكسيون صارت قدامي. اللي هو خطرة زرت واحد صاحبي في واحد لوطان، يخدم جزائري هو، مشيت ليه لا ريسيبسيون نشوفه كذا منه مورا، يقول لي شوف هذه الجزائر الجزائرية مورا، ما واحد عربي. شوفوا واش قالها، هما داخلين في لا ريسيبسيون في لاسونسور، قال لها الجمله هذه، انا وصاحبي النار شعلت فينا. قال لها دخلي دخلي يا بنت المليون شهيد، تحبي ديري ربي سهله حياتك الخاصه، ولكن ما تقوليش جزائريه، ما تقوليش رحم الله والديك، ما تقوليش جزائري وديري اللي تبغي. كي قالها ادخلي يا بنت المليون شهيد، قالها يا ادخلي، ما نقولكش يعني جاس وشني. المهم كي قالها الكلمه برك هذه شعلت فيه النار. انا حتى لو كنت رخيص ماكش راجل كذا، كي يقول لك الجمله هذه اي ولدي ما تقدرش. الله قال لها اسمع، نظن واحد يسمع الجمله هذه توالو يا ولدي النار تاكلو. واش راح تجاوبوا؟ علاه نجاوبوا على جال وحده؟ نسكت ما قدرتش. المهم انا صاحبي كليناها وسكتنا وخلاص. باغي ديري بينك بين ربك في ما اسي، ما تقوليش جزائري هذا مالك، على الاقل هذه تشرف فيك تقولي بلي انا جزائري وندير في الحوايج. من وين انت؟ انا من الجزائر. وشيني واش راكي ديري دكتوره؟ وختام القول، هذو الناس اللي تنصب على الناس يطلبوا، هذو سواء هذو الرجال هذو اللي نشوفهم يسرقوا، ولا حتى البنات اللي يدوم في الدعاره في يزنيوا، ولا عليكم تلموا في الدراهم زعما؟ وشيني الواحد كي يدير في الدراهم علاه؟ اول حاجه اسكو عندك كونتر مع ربي بلي حتموتي بعد 20 سنه؟ متاكدين من روحكم بلي حتموتوا بعد 20 سنه؟ يعني مثلا عند الوقت نتوب والله.